قال في ناس ما عارفين الوضوء، ما عارفين الصلاة، ما عارفين غسل الجنابة وغسل الميت. قال هم ما محتاجين للكلام في البرعي والترابي وغيرهم. قال دي الناس ماتوا وحاجات دي ما بتنفع. أكلموا الناس عن الحاجة اللي بتنفعهم، ونوري الناس الدين هو شنو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاب شنو. أنا أبدلك من آخر حاجة. قال لأنه الكلام في الناس حاجة ما حلوة. لا احنا عندنا حاجة حلوة، عرفتها كده؟ اصبر شوية وبعدك بنتفق ان شاء الله. هذا ربنا تبارك وتعالى قال ولقد بعثنا في كل امة رسولا. شوف انا بكلمك بآيات، ترجع للقرآن بتلقاها ان شاء الله عز وجل موجودة. الله قال ولقد بعثنا في كل امة رسولا، الآية دي في سورة النحل الآية 36، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اي رسول ربنا رسلوا بالرسالة دي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وربنا تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، ده أساس الدين، أساس الإسلامنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حديث رواه الإمام مسلم. فهمت؟ فأساس الإسلام وأساس الدين هو التوحيد، وما يناقض التوحيد هو الشرك. أصلا هم اثنين، توحيد وشرك. اتكلمت في التوحيد لازم تبين الشرك، لا بد تبين الشرك، لأنه ممكن أنا أوريك المرض وما أديك العلاج. لازم اديك العلاج، والعلاج بيكون سخن. انت لقاك علاج بارد؟ امشي لدكتور قول له عندي ملاريا، يا شبكك الراجمات رقدت 3 يوم في البيت ولا اداك حقنه انت تاني القعادي قلبك. ما العلاج ده حار، العلاج حار. فنحن لازم نبين لك اول حاجه اساس الدين، ونبين لك ما ينقض الدين وما يناقض الاسلام وما يخرج الانسان عن نطاق الاسلام. حاجة بتطلعك برا الدين، دي بنوريك لها أول حاجة. ثانيا قال يكلموا الناس عن الصلاة، وقال أكثر الناس ما وقال في ناس كتار ما بيعرفوا الصلاة وفرائض الصلاة. طيب في ناس كتار ما بيعرفوا الله ذاته قد خلينين فرائض الصلاة. ناس كتار والله صحيح، ناس كتار والله الذي لا إله غيره ما بيعرفوا حق الله وما بيعرفوا حق النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى منه حق الله ولا أولى الصلاة؟ ده سؤال ما بتجاوبه بعقلك. السؤال ده حسم النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاني ما يجينا زول هنا ولا هناك. انت يقول لنا اول حاجة تتكلموا عن الصلاة، بعد ذاك تكلمونا على الحاجات التانية. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ الى اليمن وقال انك ستأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه، اول حاجة قبال الصلاة، اول ما تدعوهم اليه إلى أن يوحدوا الله. أول شيء تكلمهم في التوحيد، أعبدوا الله ما تعبدوا غير الله، نادوا الله ما تنادوا غير الله. ده أساس الإسلام، وده الكلام اللي بيخلي الناس يجوطوا. فهمت؟ هسه فرائض الوضوء دي أمشي سوق مدرمان، نص الخرطوم نص أي بلد في السودان ده يتكلم عن فرائض الصلاة، زول بيسألك ما في، زول بيزعل ذاته ما في. لكن قول لهم ما تنادوا غير الله، هم غير الله ما بيعلم الغيب، اللي بيعلم الغيب الله براه، والبدي الجنة الله براه، والبنزل المطر الله براه، وما في مخلوق عنده مع الله حاجة. مش مشكلة بتدور يقول لك يعني انت قاصد شيوخنا، يعني انت قاصد ابويا الشيخ، يعني قاصدنا. هاي قاصدك انت ذاتك، انا قاصدك، قاصد ابوك الشيخ وقاصد الطريقة ذاته. فهمت؟ فده المرض بتاع الأمة، ده المرض الهسي المنتشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك. بعد ما يستجيب للتوحيد ويستجيب لدعوة التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم
خمس صلوات في اليوم والليلة. ليه؟ لأنه أنت لو صليت وتعلمت فرائض الصلاة وتعلمت غسل الميت، فهمت؟ وتعلمت أي حاجة في الفقه وما عندك توحيد، ربنا تبارك وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت لابد تعرف التوحيد ولابد تعرف الشرك، بعد ذاك نكلمك عن الصلاة والحج وبقية أمور الدين. ودي من الدين، دي من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، ومنها إقام الصلاة. ده من أساس الدين الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انت ترك الصلاة ذات كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك دار تكلم الناس أول حاجة تكلمهم بشنو، انت أما الناس اللي بنتكلم عنهم في هذا المكان وفي غيره من الأماكن، الناس اللي بنتكلم عنهم دي الناس نشروا أباطيل ونشروا شركيات ونشروا كفريات، إذا تركناها في هذا المجتمع أضلت خلق الله تبارك وتعالى. دي الناس يا أخي حاربوا الله تبارك وتعالى. الواحد يجي يدعو الناس ويلملمهم ويغشهم ويدعوهم أن يتركوا عبادة الله جل وعلا ويتوجهوا إلى غير الله عز وجل بالعباد. وربنا تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، عشان توحد الله. الله خلقك عشان تعبده، وربنا عز وجل خلقك عشان توحده، وخلقك عشان ما تشرك به. أنت تجي تشرك بالله بسبب هؤلاء الناس اللي بنتكلم عنهم ده ذاتهم. أسماء خليها، مش زعلان من الأسماء، خلينا الأسماء ما بنجيب أسماء، لكن الجماعة اللي تعرفهم ديلك ديل ضللوا الأمة دي، علموها الكفر وعلموها الشرك وبنوا فيها الجباب وبنوا فيها الأضرحة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكعب ناس الناس ديل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ديل الناس البانين جبب وبانين أضرحة وبيانات ومزارات، انت وحوليات ونوبات وحضرات ودلوكة وكشاكيش ونوبة وفتة ورقيص ونطيط وغبار، واحد لاف في بريج الواحدة، واحد ناطي وقاعد. ديل أكعب ناس، أكعب ناس، أكعب من بتاعين البنجو ديل، أكعب من ناس الخمر، أكعب من أي منكر شايفه بعينك، أكعب منه جد. ده شرك يا شيخنا، شرك. الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده قرآن كريم. الله قال لك: لو أشركت الجنة عليك حرام، لو جيت قابلت الله عز وجل بشرك الجنة عليك حرام، انت. وربنا عز وجل في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ده كلام الله عز وجل. لكن تتقابل الله عز وجل بعقيدة في بشر، عقيدة في ولي، عقيدة في مخلوق زي وزيك واحد نفس أي حاج، أنت بتبقى عيان، الشيخ بيبقى عيان، بتمرض بمرض، تموت بيموت. وانت داري يعلموا غسل الميت ليه؟ ما ده بموت برضو بغسله، ولا ده بدخله سايد بده غسيل جاف، فهمت؟ ففي النهاية ديل هم بشر. ربنا عز وجل قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ربنا عز وجل بيّن أن هذه المخلوقات وهؤلاء البشر لا يستحقوا العبادة مع الله تبارك وتعالى. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل البشر وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعبد مع الله تبارك وتعالى، انت. فده أساس الإسلام وأساس الدين. وأنا أقدم الشيخ أحمد البدوي.